ايه نعم ايه مثل ما قلت كل الامور اللي حكينا عنها قيد المعالجه. تمام اتفقنا. يا اخي مو بس بمدينتنا، الاستاذ انوراق محامي شاطر وصار اسمه معروف على مستوى البلد كله، وكسب بكل القضايا اللي اخذها، ولهيك اسمه كبر بسرعه، ومن ورا ربحه لكذا قضيه كبيره كبار الشخصيات بالبلد بفضلوا يوكلوه له شخصيا. انت هون؟ اي مرحبا، انا كنت بحاجه مساعده من الاستاذ انوراق مشان اللي صار مع ميت مثل ما بتعرفي، وكمان بصراحة أنا اللي فهمته إنه الأستاذ أنوراق محامي كتير شاطر وذكي ولهيك. طيب هلأ بس بدي تنتظري شوي لأنه هو مشغول شوي هلأ. أستاذ أنوراق، إذا حضرتك توليت هاي القضية نحن أكيد رح نربحها بالمحكمة، بس بدي حضرتك توافق. يا ريت لو كان عندي وقت زيادة، مشكلتي كبيرة مع الوقت وأنا ما بدي إياك تطلع من عندي متضايق من رفضي. بس شو ساوي، صدقني مشغول كتير وحالياً عندي قضايا وماني فاضي أبداً. طيب أنا عندي عرض رح يعجبك، استنى. هاد إيصال فاضي، فيك تكتب هلأ المبلغ اللي بدك إياه، المبلغ اللي بحقق لك كل أحلامك. للأسف ما عندي وقت حتى للأحلام حالياً. أنا بدي أعتذر منك، فيك تتفضل. ماشي. آنو، اجت ميت هودا. أنا كنت بعرف إنه رح تجي. وأخيراً رح ينتصر الحق على الباطل. أمي خليها تفوت لعندي. تفضلي ميت. مرحبا. ارتاحي. كيف؟ بعرف انت جاي مشان ميت اهلوات، شو صار مشان الكفالة؟ بصراحة الشرطة ما طلعوا كفالة وهلأ. طيب الأدلة القوية يلي ضد زوجك رح تخلي المحكمة ترفض الطالع بكفالة. الجثة كانت بقلب سيارته ومهمة إنقاذه بدها محامي كتير شاطر. إيه معك حق، ومشان هيك أنا إجيت لهون مشان تساعدني، لأنه ما في محامي أشطر منك، وأنا بكل صراحة واثقة كتير بقدراتك وبدي إياك توافق تدافع عن زوجي ميت. شو القصة أستاذ أنوراق؟ بشو عم بتفكر؟ في شي مشكلة يعني؟ وبالنسبة للأتعاب، أنت طلب المبلغ يلي بدك ياه ونحن مستعدين ندفع فوراً. أستاذ أنوراق، حضرتك بشو عم بتفكر هلأ؟ ماشي، أنا مستعد دافع عن زوجك. شكراً إلك، وأنا متأكدة إنك رح تربح القضية ورح تثبت براءة ميت من هي الجريمة يلي هو أكيد ما عملها.
رح أجيب لك إدبارة القضية. لا ما في داعي يا ميت. إدبارة قضية زوجك موجودة عندي. كيف يعني؟ أنا ما فهمت، هي هون؟ أنا كنت متأكد إنك اليوم رح تجي لعندي. كيف عرفت قبل ما إجي لهون؟ سبق وطلبت منك تدافع عنه وأنت اللي رفضت. أنا فكرت بالقصة ومشان هيك هلأ وافقت. أنا بس كنت بدي أشوف قديش أنت عندك لهفة صادقة تجاه زوجك. ميت، الحياة فيه إلى قيمة، وأنا بحس بالناس يلي بيدافعوا عن يلي بيخصوه. أنا بحترم كل شخص بيحاول يحمي يلي بيحبهم. طيب رح نلتقي بالمحكمة لك. ايه خلص مثل ما قلت. انا واثق انه هيك رح يطلع الحكي. هلا بتشوف الموضوع باين. ابني بترزاك اهدى، بدي اياك ما تقلق نهائيا. انت اكيد ما رح تضل بالسجن، ما رح تضل. ابني حطينا لك احسن محامي بكل البلد، لا تقلق ورح يثبت براءتك. ايه ورح تطلع من السجن، ما رح تطول. سبق وقلت لي إنه وقت بتتحد القلوب ما حدا بيقدر يفرق بينها، وأنت رح تطلع من السجن لأنه ما حدا رح يقدر يفرق بيني أنا وياك، ومتأكدة إنه رح نقدر نثبت براءتك. ما تقلق يا روحي.